هيلي تطلب الخدمة السرية لحمايتها. المرشحة للرئاسة الأمريكية التي تنافس ترامب للحصول على بطاقة الحزب الجمهوري للترشح تقول إنها تواجه تحديات عديدة وتهديدات بشكل متزايد باعتبارها آخر منافس لترامب بعدما انسحبوا جميعاً، حسب ما نقلت وول ستريت جورنال الأمريكية. فيما تعامل أفراد الأمن الخاصون بنيكي هيلي مع امرأة الأسبوع الماضي حاولت الاقتراب منها أثناء خطاب لها بمدينة كولومبيا، وسبق ذلك حادثتان في منزلها بساوث كالورينا حضرت فيهما فرقة الاستجابة للطوارئ. جهاز الخدمة السرية لا يحدد من هو المؤهل للحماية، كما أنه غير مخول بحماية المرشحين الرئاسيين، وإنما يعود القرار هذا لتقدير وزير الأمن الداخلي بعد التشاور مع لجنة استشارية بالكونغرس. وسبق أن رفض طلبا شبيها من المرشح المستقر روبرت كيندي جونيور، إلا أنه وضع أوباما تحت الحماية عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ عام 2007 بسبب تعرضه لتهديدات متزايدة.